أخبار اليوم. الحقيقة النهاردة أنا ببدأ يعني توجيه شكر الشعب المصري، الشعب المصري اللي أرسل رسالة للعالم كله إن إحنا وقت الأزمات كلنا بنقف إيد واحدة. بنوجه الشكر أيضا للأحزاب السياسية، بنوجه الشكر ايضا للاعلام المصري اللي فعلا يعني في وقت الشده كلنا اجتمعنا، كلنا كان لينا وجهه واحده الوطن. اما شهدائنا احنا بنترحم عليهم وبنقول للعالم كله ان اي نقطه دم يعني اريقت على ارض سيناء فهي من أجل البشرية والحب والتصدي للإرهاب، مش لمصر بس، للمنطقة والعالم. مشروع الحقيقة مشروع عملاق يضمن فعلا أن تكون مصر قاعدة لتوزيع وتداول وجميع لوجستيات الأقماع والغلال والصناعات المقامة عليها. مصر تستهلك تقريبا 30% من تجارة الأقماع في العالم، المنطقة اللي حوالينا تستهلك أيضا 20%. إذا هناك مركز الثقل عندنا لتجارة للغلال وأيضا استخلاص الزيوت وصناعات كثيرة تقام على الأقماع والغلال وصناعة الكرتوز، صناعات كثيرة.